باي 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 يا مام. باي حبيب مامتي. تعال افكركم بحاجه. زي ما انتوا عارفين فرح كانت متعقده من وهي صغيره من رجاله كتيره اللي كانوا في حياه دلال، وعشان كده فرحه قررت ما تعرفش فريد على ادم دلوقتي. طب احنا هنفضل نتقابل زي الحراميه كده كتير؟ حاسس ان احنا مستنيين الشقه تفضي عشان نسرقها. اعمل ايه يعني يا ادم؟ اعمل ايه؟ انا مش عايزه صداع وحوارات مع شادي من دلوقتي خالص، وفريد كمان ما ينفعش يشوفك دلوقتي. اه على فكره شادي مش هيتاخر، عنده مشوار سريع وهيرجع في اي لحظه. الوقت ده يعني؟ لا معرفش، يعني مش كتير ومش قليل برضه. يعني مش هنلحق نقعد سوا؟ لا هنلحق. ضيع بقى الوقت يا ادم، ضيع الوقت. لا خالص مش قصدي، مبسوط ان انا قاعد معاك. انا كمان. ايه الوحشه دي؟ ايه ده؟ في ايه؟ كده؟ ما تقوليش ان ده الغلاف بتاع الرؤيه بتاعتك. لا 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 لا، صعب قوي، صعب قوي فعلا. هو صحيح انا ممكن ابقى اقرا الروايه بتاعتك يعني، ولا احنا لسه ما وصلناش للليفل ده في علاقتنا؟ بص، هو انا في تقديري يعني من 5 لـ6 شهور في العلاقه عشان اقدر اسمح للطرف التاني انه يقرا الروايه بتاعتي. بس انا هعمل لك اكسبشن عشان انا قلبي طيب، وعشان انا مش في الفورمه الايام دي. هسمح لك تقرا الروايه، مش مشكله. كي. بس خلي بالك انا هفضل قاعده قلقانه ومستنيه رايك. اول حاجه مش عايزك تقلقي خالص، لان انا اول ما هتبعتي لي الروايه هقعد اقراها وافصصها واقول لك رايي بكل صراحه. حلو. تاني حاجه؟ لا مفيش، هي اول حاجه بس. ابعتي لي انت الروايه.